هل أتاك نبأ مجاعة البطاطس؟ أم هل أتاك حديث المنحة السلطانية العثمانية التي أخجلت نرجسية المنة الملكية البريطانية بين يدي المحنة الإيرلندية في عز سلطان العرش الإنجليزي وجنوح الميزان الاقتصادي العثماني؟ نبأ عظيم وحدث مثير بدأت ردة فعله الشعبية امتعاضا احتجاجيا وانتهت اتهاما تعريضيا يصف الحكومة البريطانية بأنها مهندسة نقص الغذاء، بينما أسبغ ضحايا المسغبة المنكوبون آيات الثناء وأزجوا تحايا الامتنان، ثم أبرقوا بها كتاب شكر وعرفان ممهورا بتوقيع وجوه وأعيان إيرلندا في بريد مراسلة يتشرف براحة حضرة صاحب النجدة سلطان الدولة العثمانية عبد المجيد الأول. كبر على ضمير إنسانية عبد المجيد وفطر وازعه الديني مصاب أمة الإيرلنديين النصرانية التي مسها ضر المجاعة كبرى بعدما رزأتها آفة اللفحة المتأخرة عصب حياتها الاقتصادية ومحصولها الغذائي الأول المعتمد. لم يبطئ بالسلطان المسلم بعد الشقة الجغرافي، ولم يقعده ارتفاع الحرج السياسي الدولي وسقوط البساط السياسي الرسمي، فأعلن التبرع بمبلغ مالي نقدي قيمته 10,000 جنيه استرليني مساعدة من دولة الخلافة الإسلامية. اعترضت سفن المساعدة العثمانية وفرمان الإغاثة السلطاني أوامر تاء تأنيث غاضها أنفاق مبلغ المساعدة العثمانية سهم تبرعها الشخصي 5 أضعاف، فاشترطت من أجل إدخال المنحة الإسلامية تقليص حجم المبلغ المالي حتى ينزل إلى نسبة 50% مقارنة بمبلغ 2,000 جنيه استرليني التي تبرعت بها جلالة الملكة فيكتوريا. ربحا للوقت وانسجاما مع مقتضى إكراهات العمل الدبلوماسي وفق ما يرضي السياسة ولا يغضب المبدأ، جعل السلطان عبد المجيد 10,001 ابتغاء عاجل الإنقاذ واتقاء واقعي فارق الموقف السياسي والموقع الدولي، لكنه أرفق المبلغ المالي ملحق دعم مادي تمثل حمولة 3 سفن غذاء وطعاما صرف في توفيرها مبلغ 9,000 النقدية. لم يكن مرفق السفن 3 أحظى بالإذن من متن المساعدة النقدية، من أجل ذلك اعترضتها السلطات البريطانية على المرفأين الرسميين الرئيسين اللذين أرست عندهما علانية، لكن الرياح حظ القدر جرت رخاء بسفن الإغاثة الإنسانية العثمانية تحت الظلام حتى أنزلتها مرصد روهيدا على حين غفلة من رصد القرصنة وخطر المصادرة. وبعدما طوى الموت السلطان عبد المجيد وغيب البلا الملكة فيكتوريا، جدد فريق كرة القدم الإيرلندي دروغيدا يونايتد رسالة شكر أسلافه الإرشيفية مضمنا رمز قميصه الرياضي شعار الدولة العثمانية.